بسم الله الرحمن الرحيم. دورة كيف تغير نفسك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا بحضرتكم في لقائنا 12 في دورة كيف تغير نفسك. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نلتقي مع الجانب 7، وهو الجانب المالي والمهني في حياة الإنسان. كما تحدثنا قبل ذلك أن لكل إنسان حياة تقسم إلى 10 جوانب. الجانب الأول هو الجانب العلمي، ثم الجانب العبادي، ثم الجانب الأخلاقي، ثم الجانب الخيري، ثم الجانب الأسري، ثم علاقة الإنسان بالمجتمع، ثم الجانب المالي والمهني، ثم الجانب الجسدي، ثم الجانب الترفيهي ووقت الفراغ، ثم بعد ذلك الجانب الدعوي والفكري. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن الجانب المالي والمهني في حياة الإنسان. لا يوجد إنسان إلا وهو يعمل ويسعى ويكدح من أجل كسب العيش ومن أجل كسب المال. لا يوجد إنسان إلا وهو يتعامل بالدرهم والدينار يوميا، يتعامل في المعاملات مع غيره سواء مع مؤسسات أو مع أفراد. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن عدة نقاط وعدة أمور تتعلق بالمال والمهنة. يعني ما في إنسان إلا وهو يحترف حرفة، مثلا إنسان يعمل طبيب، يعمل مهندس، يعمل مدرس، يعمل أي مهنة من مهن لكسب المعاش. وبعد أن يكسب هذا المال من خلال هذه المهنة، فهو يسعى لإنفاق هذا المال في يعني في وجوهه، يسعى لإنفاق مثلا على أهله، يسعى لإنفاق على نفسه، يسعى لإنفاق يعني لشراء شيء. في هذه الأثناء تقوم عملية يعني كبيرة من المعاملات، فالإنسان يمر في هذه المعاملات بنوع من المعاملات، المعاملات المحرمة والمعاملات المباحة. وقبل أن نتكلم عن هذه المعاملات سوف نتحدث عن أنواع الأموال. وقبل ذلك إن شاء الله تعالى أيضا، قبل أن نتحدث عن أنواع الأموال، سوف نتحدث عن فضل المال والمهنة والوظيفة في حياة الإنسان، وما هي أحوال السلف في هذا المجال. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ده أيضا برضو من الأحاديث المهمة، حديث رواه البخاري، اللي بتتحدث عن أهمية العمل وأهمية الكسب وأهمية أيضا الكسب من عمل اليد. وعن المقدام ابن معد يكرم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى. نفس صلب قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خيرا من أن يسأل الناس أعطي أم منع. كل دي أحاديث بتحث على العمل وكسب العيش. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقيل لعبد الرحمن بن عوف، سيد عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى الصحابة رضي الله عنه، قيل لعبد الرحمن بن عوف: ما سبب يسارك؟ يعني أنت ليه يعني متأثر في المال، يعني معك فلوس ليه؟ قال: ثلاث، في 3 حاجات يعني هم السبب أن أنا أصبحت غني. قال: ما رددت ربحا قط. يعني واحد جاب له مثلا معاملة بجنيه، ب1000 جنيه، ب10,000 جنيه، ما بقولش لا، يلا طالما يعني شغل حلال خلاص أشتغل. ما رددت ربحا قط، ولا طلب مني حيوان فأخرت بيعه، يعني بيبيع الحاجة في معادها بالظبط، ولا بعت نسيئة، ما بعش بالتقسيط. فدي يعني من أسباب غنى عبد الرحمن بن عوف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان آدم عليه السلام حراثا. اسمع بالأنبياء، طبعا كل واحد الأنبياء يعني ما كانش متفرغ تماما للدعوة، كان بيعمل مهنة حتى الأنبياء، يعني ده عشان يدلك على قد ايه أهمية العمل وكسب العيش يعني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان آدم حراثا. حراثا يعني ايه؟ يعني بيحرث وبيزرع يعني. ونوح عليه السلام نجار. شوف يا أخي الأثر ده بيبين حاجة، لما تيجي تقرأ في الموسوعات الكبيرة العالمية اللي بتتكلم عن الإنسان، يقول لك الإنسان اكتشف الزراعة، لكن الإنسان نزل معلم من السماء، الله سبحانه وتعالى علمه كل شيء. فلكن هم لا، بيقولوا طبعا عشان هم بيؤمنوا بنظرية داروين الكافرة الملحدة أن الإنسان تطور، الإنسان بدأ يكتشف النار وبدأ يكتشف كذا وبدأ يكتشف
وكان الانسان جاهل ما يعرفش اي حاجه. حتى بيقولوا ان الانسان اكتشف الاديان، حس كده ان لازم يبقى ليه اله، فبدا يعمل ايه التوتمز واللي يعمل اللي هي الحاجات اللي هي الاصنام وكده. لكن طبعا دي افكار اللي هم الملحدين الكفار الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. لكن هنا اهو الاثر هو ابن عباس يقول: كان ادم عليه السلام حراسا، ونوح عليه السلام نجارا، وادريس عليه السلام خياطا، وابراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام زراعين، وصالح عليه السلام تاجرا، وداود عليه السلام حدادا، وموسى عليه السلام وشعيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم رعاه، كان رعاة الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقال أبو سليمان الدارمي: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فاحرزه ثم تعبد. برضو كلام وجيه يعني، يعني الواحد بيشتغل الشحات يعني، يبقى هو يصلي والناس تجيب له تعالى خد كل، لا المفروض هو يعمل ويكسب. طبعا يعني ما يعملش زي اهل عصرنا يحول العمل الى صنم يعبد من دون الله، يقول لك خلاص بقى طالما انا في الشغل مش عارف اصلي، والكلام الفارغ يقول لك العمل عباده والكلام اللي الناس طلعوه ده. فطبعا حصل مغالاه في الاهتمام بالاعمال والمهن في عصرنا، يعني خلت الناس تترك الصلاه والعياذ بالله. ايضا من احوال السلف في هذا المجال، في مجال المهنه والوظيفه والمعاملات الماليه، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف. طبعا عبد الرحمن بن عوف زي ما قلنا كان يعني واحد من ايه من أغنياء الصحابة. كان بيعمل ايه بقى؟ ثلث يقرضهم ماله، وثلث يقضي دينهم ويصل ثلثا. عبد الرحمن بن عوف يعني كان الحمد لله ربنا أكرمه بالمال. أشوف قد ايه معاملته مع الصحابة، تلت كان بيسلفهم فلوس، والتلت تاني كان بيسد عنهم الديون، وتلت كان ايه كان بيصل التلت ده بقى بالاعانه. وعن هشام بن حسان: سمعت الحسن يحلف بالله ما اعز احد الدراهم الا اذله الله. خد بالك طبعا ده اللي احنا بنتكلم عنه يعني في الايه في مفهوم المال في الاسلام، ان الفلوس دي المال مال الله سبحانه وتعالى، والانسان مستخلف في المال. لكن الانسان يصل بمرحله ان هو يعني يعز المال بقى والمال، فايه الا الله سبحانه وتعالى يذله كما يقول هذا الاصل. عن هشام بن حسان: سمعت الحسن يحلف بالله ما أعز أحد الدراهم الفلوس يعني الأموال إلا أذله الله. وقال محمد بن سلامة الجمحي: قيل لأبي الزناد: لما تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: إنها وإن أدنتني منها فقد صانتني عنها. شوف الكلام الوجيه برضو، يقول لهم إيه أنا عارف إن ده الواحد بقى منهمك في الدنيا عشان يكسب فلوس وكده، بس مش عايز أمد إيدي للناس، مش عايز ابقى اي شحات. وعن عبد الله بن بريدة ان سلمان كان يعمل بيده، فاذا اصاب شيئا اشترى به لحما او سمكا ثم يدعو المجزومين فياكلون معه. المجزومين اللي هم ايه طبعا والعياذ بالله يعني عافانا الله عز وجل واياكم من هذه الامراض، اللي هم ايه اصحاب الاطراف المقطعه، تلاقي الاصابع مقطعه وكده، مرض الجزام. شوف سبحان الله هو كان يعني يشتغل عشان خاطر ايه يعني عايز يتصدق وعايز يعني يشعر بهذه المتعه، يعني متعه الايه العطاء ومتعة الإحسان إلى الآخرين. عن عبد الله بن بريدة أن سلمان كان يعمل بيده، فإذا أصاب شيئا اشترى به لحما أو سمكا ثم يدعو المجزومين فيأكلون معه. وقال هشام ابن حسان: كان محمد بن سيرين يتجر، فإذا ارتاب في شيء ترك. أول ما يحس أن فيه معاملة إيه يعني مش فيها شبهة يروح بيساب المعاملة دي على طول أو الشغل دي. وعن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبا بكر أصبح غاديا إلى السوق. ده مين ده؟ مين؟ سيدنا ابو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو مسك الخلافه، ثاني يوم راح جاي رايح السوق عشان يشتغل. عن عطاء بن السائب قال: لما استخلف ابو بكر اصبح غاديا الى السوق وعلى رقابته اثواب يتجرها، فلقيه عمر وابو عبيده فقال له: اين تريد يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: السوق. قال: تصنع ماذا وقد وليت امر المسلمين؟ ده انت الرئيس، رئيس الجمهوريه، هتشتغل ازاي؟ الخليفه. وقد وليت امر المسلمين؟ قال: فمن اين اطعم عيالي؟ الناس دلوقتي على فكره بتسعى للمناصب عشان خاطر ايه تشوف بقى ازاي هناخد بقى من اموال الدوله ومن اموال الاماره ومن اموال المملكه وكده. لكن شوف ده، شوف الفكر بتاع سيدنا ابو بكر، باكل عيالي منين؟ ما هو الاماره دي ليه؟ لان هو محتسب على ربنا سبحانه وتعالى. الناس دي كده يا جماعه محتسبه عند الله سبحانه وتعالى الجهد اللي بتبذله من اجل اداره اموال المسلمين. ما كانوش ابدا ياخدوا هذه الاموال كده الا طبعا اذا ايه ما جعل لهم. ولكن شوف الفكر ازاي تغير فكر المسلمين.
زي في عصرنا صار القتال ما بين الناس في الانتخابات او في بعض مثلا الدول عشان حد يمسك مثلا منصب من المناصب او الرشاوى اللي بتدفع عشان واحد يمسك مثلا وظيفه حكوميه عشان خاطر ينهب منها او يسرق او يستمتع يعني بالميزان بتاعتها في حين ان هو ايه يعني مش هيشتغل يروح يمضي ويمشي وخلاص ياخد مرتب حرام اخر الشهر. لكن شوف شوف الفرق ما بين سيدنا ابو بكر. شوف بقى بعد كده ردوا عليه قالوا له ايه؟ قال فمن اين اطعم عيالي؟ قال له انطلق حتى نفرض لك شيئا يعني نعمل لك مرتب يعني او جعل. فانطلق معهم ففرضوا له كل يوم شطر شاه نص ايه نص شاه يعني دي حاجه طبعا الواحد بيستعجب يعني ده اللي هو الخليفه خليفه المسلمين. وعن المسيب بن رافع قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اني لابغض الرجل ان اراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الاخره. تلاقي واحد كده قاعد لا هو يعني لا بيجتهد لا في العباده ولا بيجتهد حتى في شغل الدنيا. طب قاعد بتعمل ايه؟ زي مره كان احد مشايخنا كان مشايخنا بيتحدث في الدعاء يعني فبقول لك ان هم قاعدين في مجلس مجالس العلم تعرف بيبقى في ناس جهله كده متخلفين يقعدوا يعترضوا كده على المشايخ والعلماء يعني مش فاهمين حاجه. المهم صاحبنا الشيخ بيحكي بيقول ان دخل واحد يعني فلقاهم قاعدين بيتكلموا بقى في درس الفقه وكده فقال لهم هو انتوا قاعدين تدرسوا فقه والناس طلعت القمر؟ فالشيخ قال له وانت لا منك لا طلعت القمر ولا درست الفقه يعني ايه بس قاعد تتكلم وخلاص ايه تعالى اقعد ادرس معانا يا اما تروح تطلع القمر معاه. فلذلك يعني شوف سبحان الله برضه الاثر ده بيقول لك اني لا ابغض الرجل ان اراه فارغا ليس في عمل الدنيا ولا في عمل الاخره. وعن بشر بن الحارث قال كان عشرة ينظرون في الحلال النظر الشديد لا يدخلون بطونهم إلا حلالا ولو استفوا التراب. اسمع بقى الناس القوية جدا اسمع من الأثر ده خطير قوي. عن بشر بن الحارث قال كان عشرة يعني في عشر رجالة يعني وعشر يعني أفاضل ينظرون في الحلال النظر الشديد ما يجي يعني يشتغلوا شغلنا أو يكسبوا فلوس يقعدوا يدققوا بقى في الفلوس اللي جالهم دي لا يدخلون بطونهم إلا حلالا ولو استفوا التراب حتى لو ما لقوش حلال ياكلوا تراب. مين دول بقى؟ فذكر منهم علي بن الفضيل كان نفسنا نعرف مين التسعه الباقيين. وقال عمر بن عبد العزيز ان لي نفسا طواقه. شوف عمر بن عبد العزيز كان انسان طموح جدا بيقول عن نفسه وبيقول ان لي نفسا طواقه يعني طموحه يعني ان لي نفسا طواقه ما نالت شيء الا تاقت الى ما هو افضل منه. ودي طبيعه النفس البشريه يا جماعه والله فعلا يعني دايما الواحد ايه ما بيرضاش كده يبقى عايز مثلا ايه يجيب عربيه يبقى عايز العربيه احسن الموديل الجديد يجيب شقه عايز فيلا يجيب فيلا عايز قصر وهكذا على طول نفسه بتتوق الى ايه الى الايه. انظر الى عمر بن عز قال ان لي نفسا طواقه ما نالت شيئا الا تاقت الى ما هو افضل منه وانها لما نالت هذه المنزله يعني الخلافه وليس في الدنيا منزله اعلى منها. يا خساره خساره ان مابقاش في خلافه دلوقتي خساره والله لو كان في خلافه كان الواحد يعني طاقت نفسه وليس في الدنيا منزلة أعلى منها طاقت إلى ما هو أعلى منها يعني الآخرة. هو طبعا لما حصل على الخلافة خلاص بقى طاقت نفسه طبعا في أثر ثاني بيقول إن هو إيه طاقت اشتهت نفسي الزواج من فاطمة بنت عبد الملك بنت عمي فتزوجتها ثم اشتاقت نفسي الخلافة فنلتها وأنا الآن يا كميل كميل بن تشتاق نفسي إلى الجنة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون من أهلها. ده كان أثر ثاني يعني قرأته عن طموحات عمر بن عبد العزيز. ولما هجر عبد الرحمن بن عوف الى المدينه فقيرا لا شيء له. شوف بقى يا اخي الهمه العاليه لسيدنا عبد الرحمن بن عوف. الشباب دول قلت لك انا مش لاقي شغل ما فيش شغل. شوف انظر اتعلم من الصحابه رضي الله عنهم. لما هجر عبد الرحمن بن عوف الى المدينه فقيرا لا شيء له اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع احد النقباء فعرض عليه ان يشاطره ماله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار. المهاجري يقعد مع الانصاري لو متجوز اثنين ياخد احدى نسائه وياخد نص داره وياخد نص فلوسه. شوف بقى واحده من اعظم يعني مظاهر الترابط في المجتمع اللي في التاريخ على مدار التاريخ الموقف اللي حصل مع الصحابه في الايه المهاجرين والانصار ده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى رضي الله عنه فعرض عليه ان يشاطره ماله وان يطلق له احسن زوجتيه. تعال شوف اجمل واحده خدها يا اخي ايه ده المشاعر دي. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على السوق. بطل اسد قال له لا 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 فين السوق بتاعكم؟ في المدينه بس يا ابني بقى استاذ استاذ يعني ما شاء الله يعني عبد الرحمن بن عوف رغم انه جاي بقى خلاص سايب فلوسه هناك ومعاش حاجه. هنتكلم بقى عن يعني بعض النقاط يعني في ست نقاط تكلم عن اداب الحرفه والوظيفه عن معوقات الحرفه والوظيفه عن المال في الاسلام والكسب الحرام والحرف المحمودة والحرف المذمومة. في عجالة كده عايزين نتكلم عن المال في الإسلام. ما هو تصور الإسلام للمال؟
المال طبعا الآن هو عصب الحياة، هو الدماء التي تجري في عروق البشرية الآن. لا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا بدون مال. وطبعا حصل تطور للأموال. طبعا ممكن ندي يعني طبعا على مدار التاريخ كان زمان طريقة البيع والشراء تجري بطريقة تسمى المقايضة، كانش فيه لعملات ولا حاجة. فكان الزمان مثلا إيه، أنا معايا شاه وأنت معاك مثلا إيه محاصيل، طب تاخد الشاه مقابل المحاصيل، فيحصل هذه المقايضة وهذا إيه التبادل، لحد ما حصل يعني مسألة سك العملة. بدأوا يسكوا العملة في اللي هي الحضارات القديمة زي الحضارات اللي هي الإغريقية والرومانية وغيرها، كذلك في الحضارات طبعا الأشورية ومنطقة بلاد النهرين وهكذا، الصين أيضا يعني كان بكل لفظ جزاله خيرا. بعد ذلك يعني بدأ يحصل طبعا التطور، استمر مسألة سك العملة دي إلى حد وقت قريب لحد ما ظهرت العملات الورقية وظهرت القيمة بتاعتها. وبعد كده يعني حصل تطور طبعا في البشرية قوي جدا، حتى ما حصل دلوقتي الايه الكروت الذكية، زي ما احنا دلوقتي خلاص مبقاش حد بيمشي بأموال معاه زي زمان، بقى خلاص كله بيمشي معاه الفيزا كارت بتاعته طبعا، وبعدين يبدا يتعامل بها في اي مكان في العالم. دي من التطور اللي حصل قوي جدا اللي حصل في العالم طبعا. لكن طبعا معروف ان الفيزا كارت فيها المباح وغير المباح، يعني طبعا لو فيزا لبنك اسلامي طبعا بيبقى فيها نوع من التعامل المباح، لان مبقاش فيها زياده على العقد المكتوب في حاله التاخير. اما طبعا الفيزا العاديه اللي الكريدت كارت العنوان افتوا بحرمته، لان انت لما تتاخر عن 50 يوم خلاص هم بيزودوا عليكم الايه الربا. المال في الاسلام، ما هو المال في الاسلام وما هو المقصود بالمال في الاسلام؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. والله عز وجل قال: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. فالإنسان يا جماعة مزين لحب المال، مزين يعني عنده كده حب الامتلاك، نفسه يبقى عنده فلوس كتيرة، ذهب فضة أرض خيل بهائم وهكذا. جبل الإنسان على حب المال لما فيه من المنافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة. الواحد يعني شوف من كتر حب الامتلاك الإنسان يحب جدا المال يعني. لذلك فقد صار المال فتنة، قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والناس تجاه هذه الفتنة التي جبل الإنسان على حبها صنفان. أول صنف وهم الغالبية زلت أقدامهم ولم يوافوا الحق الذي في هذا المال، فتجده في الزكاة بخيلا لا يخرج حق الله عز وجل في المال، مثل قصة أصحاب الجنة وقارون. وقد يصل الأمر للقتل كما في قصة قتيل البقرة واقتتال الناس على جبل من ذهب ينحصر عنه الفرات. وقد يوقع الشحناء والبغضاء كما هو الحال مع الشركاء، قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. وقد يأكل الحرام من أجل المال كأكل أموال اليتامى أو السرقة أو الربا وغيرها من الأموال المحرمة. دي طبعا إيه أصناف يعني صنف من أصناف الناس في التعامل مع المال، يعني هو عنده عايز يكسب خلاص بأي طريقة. الصنف الآخر هم الذين يؤدون حق الله عز وجل في المال، فتجدون في الزكاة هم فاعلون ولا يكتفون بذلك بل ويتصدقون كما هو الحال مع أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وتجدهم يحملون المال في سبيل الله، وتجدهم يصلون الرحم ويفكون العاني ويطعمون الفقير والمسكين ويكلفون اليتيم. فهؤلاء وأضرابهم هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في يوم العيد بالصدقة والاحتجاب من النار وغيرها من الأحاديث. طبعا المال الله سبحانه وتعالى يعني الملك لله، الله عز وجل يمتلك كل شيء في هذا الكون، فلذلك المال ليس ملك الإنسان، المال الإنسان مستخلف في المال. لذلك من الأدلة العقلية على ذلك لما يموت الإنسان ينتقل المال إلى الورثة. يعني المال ده لو أنا ملكي فعلا خلاص يبقى أنا موتي دفن معايا محدش ياخده بتاعي، لكن الدليل أنه مش ملكك اللي هو إيه، أول ما بتموت على طول بينتقل انتقال شرعي للورثة ويصبح ملك للورثة. طب لو واحد مات ورجع تاني خلاص ما انتبالك اتقسم. فلذلك هذا المعنى لو تبادر الى اذهان الناس حقيقة سيحدث نوع من التغيير المفهوم في ايه في التعامل مع المال. الله عز وجل قال: وانفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. في هنا نوع من الاستخلاف، ربنا سبحانه وتعالى بيعطي مثلا انسان غني في الاموال عشان خاطر ده رزق مثلا الناس اللي شغالين عنده في المصنع او في الشركة وغيرها. سبحان الله مرة كان يعني بعض الشباب يعني بيحكي لي بيقول ان هو كان زمان مش متزوج يعني، فكان حاسس يعني بضيق في الرزق، اول ما خلف لقى الفلوس جت، يعني حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه الفلوس. طب اكيد، طب ما عشان خاطر انت اصبحت يعني مكلف بالانفاق على ايه، على اطفال صغار، فالله عز وجل ارسلهم رزقهم عن طريقك. لذلك دي برضو الواحد يفهم الايه الحته دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء اسما ان يضيع من يقود او من يعول. فلذلك لازم يجي عندنا حته المفهوم دي ان انا موكل زي بالظبط ايه، المال ده مجرد عهده
يبقى الواحد مثلا شغال في حكومه او في مصنع او في شركه، بيقول له مثلا ايه اتفضل العربيه دي عهده، تشتغل في المصنع ده هتقعد مثلا شغال سنه سنتين ثلاثه، طول ما انت شغال العربيه دي معاك توصل بقى البضاعه تركبها كده تنام فيها تاكل فيها تشرب فيها، بس ايه اول ما هتخلص هتسلم العهده دي. فلذلك احنا عايزين نتعامل، وده برضه يحصل احنا هنا في دوره كيف تغير نفسك، ازاي نغير المفهوم والقناعه اللي عندنا، قناعه ان ادي فلوسي، تاني برضو قناعة ان انا جايب الفلوس دي بتعبي وما اوتيته الا على علم عندي زي ما قال قارون، ابدا ده هذا رزق ساقه الله عز وجل اليك، وكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الانسان تاني، بس هو ربنا تفضل عليه ايه عليك التبيه. فلذلك برضو الحتة دي الانسان ينسب الفضل الى الله سبحانه وتعالى، فلا ايه يعني يتكبر يعني بسبب ذكائه او غناء او اي شيء من هذه الايه الأشياء. أيضا من الأشياء اللي عايزين نتحدث فيها مسألة إيه الأداب المفروض يعرفها ويعملها عشان خاطر إيه، عشان خاطر يشتغل يعني شغلانة تكون يعني مناسبة ليه. أولا تعلم حرفة مناسبة لقدرات الشخص ومواهبه، لذلك يستحب أن يعمل الإنسان فيما يحب حتى يكون العمل ممتعا، ودي للأسف طبعا من الأشياء اللي بتحصل في عصرنا. تبص تلاقي إيه يعني في شباب كتير جدا مثلا خارج كلية الطب راح شغال مثلا في التجارة، خارج تجارة شغال مثلا في المقاولات، تلاقي العملية ملخبطة. انت دلوقتي بتحب شيء اشتغل في الشيء بتاعك ده واصبر عليه وهتنبغ فيه بعد ذلك، يبقى دي اول ادب من اداب الايه من اداب الحرفه. ايضا تحري العمل الحلال فلا يكون صانعا ولا بائعا للمحرمات ولا يتعاون بحرفه مباحه في صناعه عمل محرم، دي برضه من الاداب المهمه. يعني الانسان ايه ما يحاولش المهنه بتاعته الى يعني وسيله دخله النار، لا يعني يتحرى العمل الحلال، تروح تشتغل في شغلانه حلال في شركه حلال. للاسف يعني ايه الناس يقول لك ما هنعمل ايه اصل ده اكل عيشنا. يعني ايه اكل عيشنا؟ الكلمه دي منتشره جدا خصوصا لما يبقى واحد شغال شغلانه حرام تقول له اللي انت بتعمله ده حرام. واحد مثلا بيبيع سجاير، ها ياما قعد مثلا الناس اللي هم يعني بائع السجائر، فاقول لهم مثلا ايه عملك ده حرام وشغلتك دي حرام والفلوس اللي انت بتكسبها من بيع السجاير حرام. واحد مثلا مش فارش، يعني احنا تلاقي مثلا واحد فارش مثلا جرايد وحاجات وحاطط سجاير او عمال مختلط، لكن لا ده واحد بيبيع سجاير بس فرش فرشها جميع انواع السجاير، اقول له مالك حرام تماما خالص. او الناس اللي شغالين في مصنع السجاير شركه تصنيع السجاير نفسها، يعني معلش ده فين بقى المال المختلط؟ لا ده هو كله حرام، فلوس حرام تماما. الناس اللي شغالين مثلا في مصانع الخمور والعياذ بالله وهكذا، المفروض الانسان يتحرك. لما تيجي تكلمه بقى يقول لك ايه اصل ده اكل عيشنا، ما انا عارف هنا يا شيخ انه حرام بس هنعمل ايه، ده اصل ده اكل عيشنا. يعني ايه اكل عيشك؟ اكل عيشك سيبه اكل عيشك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لك لا اصل انا هنعمل ايه بقى، هنجيب فلوس منين؟ ثالثا معرفه احكام الصنعه، فلا يجوز لرجل ان يعمل في التجاره مثلا ولا يتعلم احكام الربا. اي مهنه يا جماعه ليها احكام شرعيه، الدكتور مثلا يعني بيبقى ليه احكام شرعيه في المهنه بتاعته، لازم يعرف ايه الاحكام المتعلقه بالمهنه بتاعتك. مثلا المهندس برضه ليه احكام شرعيه، المهندس المعماري لما تيجي تبني مثلا مكان المفروض ما تعملش ما تحولش مثلا المراحيض يعني في اتجاه القبله، ده حكم مثلا المفروض واحد يعرفه. مهندس معماري والانشاء اللي بيبني مثلا الايه البيوت والاماكن، ما تزخرفش مثلا مساجد، لو واحد طلب مثلا منك كمهندس ان انت تعمل مسجد وهكذا. الصناعه الثانيه زي التجاره مثلا، واحد بيبيع ويشتري لازم تعلم احكام الربا والمعاملات الحرام كلها، في 30 معامله حلال و30 معامله حرام وهنشوفهم دلوقتي ان شاء الله تعالى سويا. رابعا الا تعطل هذه الوظيفه عن فرائض الله. للاسف في ناس كتير جدا يجي يقول لك ايه صحنا في الشغل دلوقتي بنروح نصلي بقى الخمس صلوات، نجمع بقى الخمس صلوات مع بعض، ويكون العمل بتاعهم. وللاسف هؤلاء الناس لما بيجمعوا اموال من هذه الاعمال بتكون هذه الاموال ليس فيها بركه، يجي واحد لص يسرقها تروح عليهم يعني يصابوا بمرض يعني وينفقوا كل هذه الاموال على هذا المرض وهكذا. فلذلك الانسان مهما حصل لا تجعل الوظيفه يعني تعطلك عن الصلاه. خامسا التصدق على حرفته بتعليم اخرين هذه الحرفه. العلم يا جماعه ليه زكاه، وزكاه العلم تعليم الناس من هذا العلم. فلذلك المفروض الانسان يعني ايه يعلم الناس، يقن تماما ان الله سبحانه وتعالى يرزق. احيانا بعض الناس كده ايه واحد يجي يتعلم معاهم حرفتهم بص لي قافل على نفسه مخبي ما يقولش ومش عايز يعني ليه، اصله فاكر ان هو دول هيبقوا منافسين ليه. ابدا، الله سبحانه وتعالى قسم الارزاق، فما تقلقش لو في 1000 واحد في المجال بتاعك برضه كله هيشتغل، ولو في مليون واحد برضه كله هيشتغل، ولعل اللي انت بتعلمه ده يعني في يوم من الايام هو اللي يبقى معين ومساعد ليك يعني في حرفتك ووظيفتك، فيكون لك معين وليس ايه وليس غريب. ايضا من اداب المهنه والوظيفه محاوله اتقان الصلعه والوصول لاعلى درجه من درجات الكفاءه والتقنيه، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. للاسف المسلمين الان يعني صاروا في ذيل القائمه في الاتقان، لان الايه دايما يقول لك العامل رقم واحد في العالم هو العامل الياباني.
ناحية الكفاءة ومن ناحية الإنجاز ومن ناحية الشغل. يقول لك اليابانيين إيه عملوا مظاهرة في الشارع عشان خاطر قالوا لهم هتاخدوا أجازة من الشغل. قال لهم هتاخدوا أجازة وبعدين عاملين مظاهرة، إحنا هنا بنعمل مظاهرة عشان ناخد أجازة. يعني سبحان الله إيه الفرق كبير جدا. مع إن الله سبحان الله اليابان كان في فترة عهد محمد علي أرسلت مجموعة وفوق من أجل تعليم الإدارة من مصر، ورغم أن اليابان ضربت بالقنبلة الذرية، ألمانيا هنا هي تاني دولة في العالم من ناحية المخرجات الاقتصادية أكبر من الصين. ليه؟ عندهم كفاءة غير عادية، رغم أن الاثنين تدمرت في الحرب العالمية الثانية. عارف طبعا اليابان نزلت فوقها قنبلتين، واحدة على هيروشيما وناجازاكي، وألمانيا طبعا دخلت قوات التحالف الفرق الروسية والفرق بتاعت قوات التحالف ودمروا ألمانيا تماما، وخدوا اللي هم الخمسة مليون جندي اللي كانوا مع هتلر وحولوهم ايه لناس بتشتغل في حفر الابار واصلاح الاشياء اللي كسروها في روسيا. مش بقى دي دولة انتهت، ورغم ذلك ازاي تحولت هذه الدولة بعد فترة الى تاني اقوى دولة في العالم؟ ازاي ده طبيعة الانسان ده؟ فانا مستغرب ليه احنا كمسلمين حتى الان مفيش اي اتقان، مفيش اي يعني نوع كده من رغم ان احنا كنا بنقود العالم في وقت من الوقت. فاسأل الله عز وجل يعني تعود الأمة الى مجدها مرة ثانية. ايضا من اداب الحرفة والوظيفة التعرف على الجديد في الصنعة والحرفة ومحاولة التطوير. دايما تلاقي طبعا يا جماعة كل انسان نجح في الحرفة بتاعته تلاقي ما بسكتش، عمال يدور ويلف، عمال يشوف ايه الجديد ويجدد ويحاول يعني يطور فعلا المهنة والحرفة بتاعته بحيث ان هو يبقى ايه رقم واحد فيه. تاسعا التمسك باصول واداب الصنعة من الاخلاص في العمل والتفاني في خدمة المؤسسة التي يعمل بها ومعاونة الاخرين. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الواحد يا جماعه لما يبقى شغال في مكان لازم يكون مخلص لهذا المكان. طبعا الانسان لو عنده هو شركته الخاصه ده يبقى شيء افضل، ما تبقى انت عندك شركتك الخاصه تقدر تتحكم في كل حاجه. فلذلك الانسان عشان يبقى ليه شركه خاصه محتاج ان هو يشتغل اول ويعمل ويجتهد ويتعلم يعني صنعه ويعرف يعني مفاتيح السوق، وبعد ذلك يبدا هو ايه ينفرد. ويا ريت يستحب الانسان يشتغل لوحده وما يعملش شركاء معاه، نضطر طبعا يعني مش حرام، بس الله عز وجل قال وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، ما تلاقيش اثنين يخشوا مع بعض في شركه الا لما يختلفوا مع بعض. فلذلك يعني حتى لو اضطريت انت دخلت في شركه بس بعد كده المستقبل حاول انت ايه يعني تنفرد بمؤسسه بكيان ليك خاص عشان تقدر تكون ايه ليك السيطره عليه. عاشرا ربط الوظيفه بهدف سام ورساله واضحه وهي تقويه شوكه المسلمين في الارض حتى تكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا السفلى. من اشهر يا جماعه المظاهر على ذلك مؤسسه او منظمه الموسياد. الموسياد منظمة إسلامية موجودة في تركيا، استطاع رجال الأعمال المتدينين والمسلمين في تركيا، طبعا في حرب في تركيا ما بين الإسلام والعلمانية، طبعا الحرب دي بتقوم بقى من أول الأفراد والمؤسسات والأحزاب، طبعا في كل حاجة حرب هناك دامية قد يعني تصل إلى القتل. استطاع رجال الأعمال المتدينين والمسلمين هناك إن هم يعملوا منظمة اسمها منظمة الموسياد. منظمة الموسياد دي أصبحت لها تأثير قوي جدا جدا يعني في تركيا، لا تتخيل قد ايه، لدرجه ان هي كانت من اسباب نجاح التيار الاسلامي هناك اللي هو عبد الله جول ورجب اردوغان. فشوف قد ايه لما يبقى واحد صاحب شركه ممكن يكون مؤثر يعني في سياسه المكان وفي سياسه الدوله واستطاع. وفعلا واي حزب الاحزاب اول ما بيجيب الافراد اللي هم هيعتنقوا فكره اللي هم هيساعدوه مين؟ رجال الاعمال واللي هم الايه الصفوه الكبار عشان خاطر يقدر ايه يقدر ياثر بعد كده ويقدر يتحكم في من حوله. فلذلك دي طبعا ايه بعض اداب الحرفه والوظيفه. هنتكلم بقى عن معوقات الحرفه والوظيفه. يعني الواحد بيبقى شغال في شغلانه وطبعا تبص تلاقي ايه في بعض الايه المعوقات اللي بتعوق يعني ايه نجاحه. زي ايه؟ اول حاجه العمل في وظائف غير مناسبه. طبعا واحد مثلا شغال مكواجي وعايز يفتح محل ملابس، كان يعني في شاب يعني جزاه الله خير كنت قابلته مره فقال لي يا شيخ انا عايز اسالك سؤال، كان حاضر معانا دوره كيف تغير نفسك، فقال لي انا عايز اغير نفسي. قلت له عايز تعمل ايه؟ قال لي انا حلم حياتي ان انا افتح مصنع ملابس. قلت له طب انت شغال مكواجي ليه؟ هو شغال مكواجي فعايز يفتح مصنع ملابس. خلاص سيب المكوى وروح اشتغل في الملابس، لكن تحلم عمال احلم ان انا مش عارف كذا وانت شغال في حاجه ثانيه. خلاص يلا المبادره اول خطوه، اهم خطوه في النجاح هي المبادره، ان انت ايه تبدا. ما تستريش حد يقول لك استنى تعال اشتغل في الشغل الفلانيه، لا غلط. ما تلاقيش واحد نجح ابدا يعني قال له ايه واحد قال له تعال اعمل كذا، لا ابدا، هو اللي بيبادر، هو اللي بيروح، هو اللي بيبدا. الحته دي مهمه جدا. لذلك حتى المبادره دي كانت من اول اللي هي الايه الصفات السبع اللي ذكرها ستيفن كوفي في كتابه السيفن هابت. اثنين الجهل وعدم الفقه بالاحكام الشرعيه للحرفه. ناس بيشتغلوا شغلانه وهم جهال بالاحكام الشرعيه المتعلقه بهذه الشغلانه. واحد مثلا بيبيع ذهب وما يعرفش مثلا ان المفروض اصلا حته التبادل الذهب الجديد بالقديم المفروض في حكم شرعي معين هنا المفروض يبقى يتعرف، لازم يعرف الحكم ده
واحد مثلا يعني شغال مثلا في الجزارة وما يعرفش مثلا ايه الاوداج المفروض ايه تفرى اللي هي الايه الذبح ازاي الشرعي وهكذا ما يعرفش، او مثلا جزار بيذبح للناس وما يعرفش الاحكام الشرعيه بتاعه السن بتاع الاضحيه وهكذا، عمال يعجل وخلاص عمال يذبح للناس ويدي الناس غلط. سبحان الله، يعني مره كنت داخل احدى البنوك انجليزيه هنا في مصر، فموظفين يا مساكين والله اللي شغالين في البنوك عندهم حاله من القلق الشديد ومحتارين يا ترى شغلنا حلال ولا حرام. سبحان الله، يعني لقيت فجأة الموظفين بينادوا لي يقولوا يا شيخ عايزين نسألك حاجة، يا ترى هو الحكم الشغل بتاعنا ايه، حلال ولا حرام؟ دي مسألة مهمة جدا، انت شغال دلوقتي في عمل، جملة من اهل العلم بيقولوا اللي انت بتعمله ده ربا، وواحد مثلا بيقول ان هو حلال، فهل هتمشي مع اني رأي؟ الحتة دي مهمة جدا وخطيرة، لازم الانسان يعرف الاحكام الشرعية المتعلقة بمهنته عشان خاطر يقدر يمارس المهنة دي، ايه الحلال فيها وايه الحرام اللي فيها وهكذا. ثالثا، الطمع وحب الدنيا والحسد والبغضاء والشحناء يؤدي الى الحلف الكاذب الذي ورد الوعيد فيه، او النميمه لكي يفوت على اخيه بيعته، او الوقوع في بيوع محرمه كالنجش. ده برضو من الاخطاء اللي بتحصل، ان يحصل فيه صراع ما بين الناس في الشغل، واحد عايز يمشي الناس، عايز هو اللي يبقى الايه الرئيس، واحد كله يعني في صراع مين اللي ياخد البقشيش مين اللي وهكذا. ليه؟ لا تتصارع واترك هذه الصراعات ايه جانبا. رابعا، عدم وجود هدف محدد او رساله واضحه للعاملين في الشركات. دايما يا جماعه الشركات يعني زي ما اتكلمنا قبل كده في المحاضره الرابعه عن مساله اداره الذات ومساله الرساله والاهداف والشعار وكده، دايما تلاقي اي شركه بتعمل تحت مظله فكريه، لازم اي شركه يكون لها هدف ويكون لها يعني ايه رساله هي بتعيش من اجلها، ويكون لها عندها ايه مبادئ وقيم يعني بتتحرك من خلال هذه المبادئ والقيم. لكن اما المساله كده عايمه، يعني احنا شغالين ليه، بنعمل ايه، طب ايه اهدافنا، طب ايه اخر السنه هنحقق ايه وهكذا. لذلك دايما لما تيجي تفتح شركه او تحدد لنفسك رساله، حد نفسك هدف، حد نفسك يعني مرحله زمنيه عشان تقدر تصل لايه لما تريد. خامسا، كثره الغيبه والنميمه ونقل الكلام والمكر بالاخرين في اثناء العمل. سادسا، الوقوع في الاعمال المحرمه التي تغضب الله. سابعا، العمل في الشركات التي تحارب الاسلام. احيانا بيبقى في شركات يعني مثلا فرضنا ان في شركه مثلا لتصنيع السلاح مثلا، السلاح ده هيقتل به المسلمين، هتشتغل فيها؟ ما ينفعش. لو في شركه مثلا من الشركات مثلا بتحارب الدين بشكل ما بشكل اعلامي، قناه مثلا قاعده بتشتم في المشايخ والعلماء وانت شغال فيها، ما ينفعش انت تشتغل في الشغلانه دي، لازم تسيبها على طول، لان انت كده هتكون سبب في هدم الاسلام. تاسعا، الاختلاط المحرم في اماكن العمل بين الرجال والنساء. للاسف دي من الحاجات المحزنه اللي احنا بنشوفها في مجتمعنا، ان ايه ولاد وبنات مع بعض في الشغل وكده، وطبعا بتحصل مفاسد ومفاتن، وانا بتحرك كده مش عارف بدور على دوره الميه، فاذا بولد وبنت يعني خلاص قاربوا على الايه يعني على الوقوع في الفاحشه. يا نهار ابيض، طب ده بالليل، طب ليه؟ ما هو ده طبيعي، ما انت جبت اتنين وقعدتهم في مكتب مقفول على نفسهم ولد وبنت بالليل، طب ما انت منتظر ايه، هيقيموا الليل سوا؟ طبعا لازم يقع في المصايب دي. المراه تعمل اذا احتاجت العمل او احتاج العمل اليها، شغلانه ما ينفعش فيها واحده ست. زي في المطار مثلا واحنا بنمر مثلا من الجوازات مثلا، في واحده ست عايزه ايه هي اللي بتيجي تكشف وجوه النساء وتفتش النساء، مش يجيبوا راجل هنا؟ للاسف حاجه دي برضه من الحاجات المحزنه، يجيب لك راجل هو لازم يكشف وش المراه. طب ليه تحرجها وليه تضايقها، وتبقى ستات واقفين والبنات واقفين على ابواب الجامعه يعني بيبكوا عشان خاطر مش عايزين ينكشفوا وشهم للرجال. هات امراه هنا بقى العمل، المراه المفروض تعمل هنا، ده واجب بقى انك تعين هنا المراه، لا معين راجل، وفي الوقت اللي فيه المفروض يبقى فيه راجل معين ست. ايه ايه اللخبطه دي؟ لذلك هي دي المبادئ العلمانيه اللي يعني ما بتديش قيمه للايه للاحكام الشرعيه في الحياه. فلذلك المفروض ان احنا ايه يعني نسعى لمنع الاختلاط. المملكه العربيه السعوديه بفضل الله يعني لما تروح هناك تجد العمل اغلبه للرجال بفضل الله عز وجل. المراه فقط يعني في الاماكن اللي يحتاج اليها، يعني مثلا في واحنا داخلين مثلا في المطار برضو كان في حقنه المفروض حقنه تطعيم للحجاج، في حقنه هياخدها الرجال وحقنه هياخدها النساء، فمعلش ما يجيش معهد واحد يمسك دراع مراتي ويقول لك اصل انا هدي لها حقنه، لا جايبين واحده امراه هي اللي بتدي الايه. فطبعا ده ايه ده من الحاجات الطيبه اللي في المملكه العربيه السعوديه يعني حفظها الله وزادها الله سبحانه وتعالى يا رب يعني تقوى ورع. معلش المصالح الحكوميه، تروح تخش المصالح الحكوميه والوظائف للاسف تلاقي ستات يعني قاعدين ما بيعملوش اي حاجه، وطبعا قاعدين شغالين باللوس التريكوده، واحده بتاع كوره قد كده صوف على تعمل تريكود، فسبحان الله يعني حاجات يعني عجيبه. والله نتمنى من الله ان هم يعني يقعدوا هؤلاء النساء يعني في بيوتهن، تجلس النساء ويديهم نص مرتب، لان اصلا بيصرفوا المرتبات دي على المواصلات وعلى المكياج وعلى الملابس، والشباب للاسف اللي مش لاقي يعني مهن وقاعد على القهاوي طول النهار وقاعد يشرب مخدرات وقاعد يعكس البنات وقاعد يعمل مشكله، نشغل بقى الشباب دول بالايه؟ بحاجه افضل. طبعا عاشرا، من المعوقات المهنه والوظيفه ترك الصلوات والفرائض بحجه الانهماك في العمل.
الله عز وجل قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. احنا كده يعني تقريبا اتكلمنا عن المهن وآداب المهنة. هنتكلم بإذن الله تعالى يعني طبعا في عجالة عشان الوقت قدامنا ربع ساعة عن حاجة اسمها أنواع الأموال. أي إنسان بيعمل يا جماعة أي مهنة من المهن فهو بيكسب أموال. الأموال دي لا تخرج يعني في جيبك عن 10 أنواع. طبعا بعد يعني استقراء أنواع الأموال، أول حاجة الأموال المكتسبة، المرتب اللي أنت بتاخده أو الكسب اللي أنت بتاخده. إحنا عاملين الجدول ده عشان الإنسان يراجع نفسه ويشوف الفلوس اللي في جيبك دي يعني إيه حكمها إيه، ده مهم جدا. أول حاجة الأموال المكتسبة، اشتغلت في شغلانة مثلا في شركة مرتب 1000 جنيه آخر الشهر كسبت 1000 جنيه، ده اسمه المال المكتسب اللي أنا كسبته. بعد كده أموال النفقات، طبعا في حاجة اسمها النفقات الواجبة، بتفتح كتب الفقه تلاقي إيه النفقات الواجبة على الرجل، مثلا نفق على الزوجة، نفق على العيال، نفق على أخت لو ملهاش عائل يبقى النفقة نفقتها واجبة عليك، نفق على الأب والأم اللي هم ما عندهم شيء عائل وهكذا. خلاص الألف جنيه جت خلاص بدفع بدي أصرف على أولادي وهكذا وزوجتي وأكل وشرب وكذا. بعد ذلك أموال اسمها أموال الديون، مثلا أنا عليا ديون خلاص أنفقت مثلا دفعت أكل وشرب ومصاريف وإيجارات على الأسرة بتاعته والنفقات الواجبة عليها. بعد كده الديون، عليا دين مثلا استلفت من واحد صاحبي 100 جنيه فبسد الديون دي مثلا، يعني فده مال اسمه مال الديون، أموال الديون لازم أسدها. أموال القروض، مثلا واحد صاحبي طب ممكن تسلفني 50 جنيه، أقول له اتفضل، يبقى ده إيه أنا أقرضته مثلا 50 جنيه وأبقى عارف كاتب عندي إن فلان أقرضته كذا. ليه؟ لأن في مسائل متعلقة بالقرض مهمة، لو القرض مثلا زاد عن دار اللي هو نصاب الزكاة في هنا أحكام شرعية، هل يزكى كل عام؟ واحد مثلا اقترض منك 10,000 جنيه قعده عنده 5 سنين، هل يزكى المبلغ ده كل عام يعني تقعد تزكى كل عام ولا يزكى حال قبضه لمرة واحدة؟ طبعا ده خلاف بين أهل العلم، لازم ندرسه ونعرفه ونشوف ايه المذهب اللي هنمشي بيه. ده أموال القروض. الأموال المحرمة، واحد اشتغل شغال شغلنا فدخل في فلوسه في جيبه فلوس حرام، فلازم يعرف مقدار المال الحرام ويبدأ ايه يخرج هذا المال من ماله، يتصدق بهذا المال يعني ينفقه في اي وجه من وجوه الايه يوديه في المستشفى المستشفيات اي حاجه. المهم طالما ما تدخلش ابدا اموالك يعني ايه اموال حرام، زي ما قلنا صاحبنا وده يمكن هنا بعض السوبر ماركتات هنا عندنا كان واحد شغال يعني شغال في السوبر ماركت وبعدين بيبيع سجاير، فبقول له بيع سجاير حرام؟ قال لي ما انا عارف انها حرام. قلت له قال لي بس عشان خاطر لما حد يجي يسال الحل ما يوقفش، يعني يقول لك ده ما عندوش سجاير بلاش تروح عنده، اللي بيجي يشتري سجاير يمكن يشتري حاجه ساعه ياخد حاجه كمان بالمره. قلت له بس دي فلوس حرام. قال لي ما انا بشيلها من فلوسي، يعني برضو ده فقه يعني ايه هو يعني المكسب بتاعها بس. قلت له طب ليه طب ما تشيلها خالص يعني هو خلاص هي وقفت على دي. فالحمد لله ربنا اكرمه ووفقه وفعلا يعني وقف تماما جزاه الله خير اللي هو المحل ده بيع الايه السجاير. ده الاموال المحرمه. اموال الحقوق، اموال الحقوق طبعا لو انت في مثلا واحد شغال جي اجير عندك، مثلا جبت واحد مثلا ركب لك كهرباء كهربائي سباك اي حاجه، فصار دي اموال حقوق متعلقه بحقوق العمال والايه والاجراء. في عندنا الاموال المتعلقه بالله زي اموال الزكاه واموال الصدقات. الاموال المهدره، واحد مثلا ايه اشترى سجاير انفق اموال في غير حق في غير وجهه، فدي اهدر كده المال، يعتبر اهدار للمال. او مثلا واحد فتح الحنفيه زي الحنفيه المكسوره دي عمال تنزل ميه على طول في اخر الشهر راح جاي دافع مثلا ميه فلوس ميه كتير، او بيشغل كهرباء عمال على بطال تكييف وسخانات ومروح شغاله وهو ما بيستعملهاش، دي برضه اموال مهدره يعني حرام من باب الايه الاسراف. المال الفائض يعني ده برضه نوع من انواع المال اللي هو واحد مثلا بعد ما قعد يصرف ويعمل قروض والديون وكل حاجه اتفضل مثلا معاه 1000 جنيه فاضل معاه فلوس، دي اسمه مال فائض عن حاجته بيحطه مثلا كرصيد ليه في البنك. بعد كده مال اسمه مال الايه الورثه اللي هو بيتركه الانسان يعني بعد ما. دي اللي هي انواع المال يعني في عجاله. هنتكلم بعد ذلك عن حاجه اسمها المعاملات المباحه والمعاملات المحرمه. احنا يا جماعه يعني اثناء يعني رحلتنا في الحياه بنمر دائما من خلال المعاملات الماليه بنوعين المعاملات. المعامله الاولى هي المعاملات المباحه. المعاملات المباحه اللي هي مثلا انا بتعامل مع اخويا مثلا بالدرهم والدينار بالجنيه والاسترليني وبالدولار. في انواع من المعاملات معاملات حلال وفي انواع من المعاملات انواع ايه حرام. احنا يعني ايه من خلال يعني استقرائنا لكتب الفقه وجدنا ان فيه ما يقرب تقريبا من حوالي 30 معامله حلال وما يقرب من 30 معامله حرام. المعاملات الحلال اللي هي ايه زي البيوع البيع والشراء، واحد بيبيع مثلا وبيشتري حاجه، انا رحت مثلا محل اشتريت ساعه حلال ما فيهاش اي حاجه. القروض، واحد جه قال لي مثلا ممكن تسلفني تقرضني مثلا مبلغ 100,000 جنيه حلال ما فيهاش حاجه مش حرام. الرهن طبعا معروف الاحكام بتاعه. الضمان والكفاله، الحواله، واحد عمل حواله مثلا على شركه مثلا بتحول الاموال مثلا
تحويل الاموال. الشركات ان انا وانت مثلا بنتعاون مع بعض هنعمل مع بعض شركه، ان احنا مثلا نشتغل ومثلا المكسب بالنص. مثلا الايجاره، انا مثلا عندي شقه وانت مثلا ما عندكش شقه، فممكن تاجر لي الشقه دي او تاجر لي المحل دي، اسمها الايجاره. انا اجر لك مثلا المحل ده لمده سنه، الشهر مثلا بايه، ب1000 جنيه وهكذا. عندنا العاريه ان انت مثلا اللي هو تسلفني حاجه، مثلا ايه، ممكن استلف لو سمحت مثلا الكمبيوتر بتاعك جيبه لك بكره. اتفضل الكمبيوتر بتاعه هاته لي بكره، دي اسمها عاريه، سلفني الحاجه. احياء المواد، مثلا ايه، حته صحراء وما فيهاش حد وحته ارض ما حدش بيستغلها ولا اي حاجه، طب انا جيت رحت جايب ميه وجايب وصلت كهرباء ورحت جاي عامل سور وحوطت الحته ديت وزرعتها وطلعت منها انتاج وبعته والناس استفادت منه، من احيا موتا فهو له، خلاص حته الارض دي بتصبح ملك، الا طبعا اذا كان في قوانين في دوله يعني معينه بتحدد هذا الامر. الهبه، انا مثلا ايه معايا مثلا ازازه ريحه، فانت مثلا ايه اديتك شويه من الريحه دي، فالله الريحه دي جميله، فقول لك طب خلاص يا عم خد الازازه كلها ليك، يبقى انا وهبتك الايه زجاجه العطر، يبقى دي اسمها الايه الهبه. عندنا الجعاله مثلا زي ما بيجعل مثلا للامام او للمؤذن او لمحفظ القران، مثلا الامام او ولي الامر يعني بيعمل جعاله لهؤلاء الايه الناس، زي ايه مرتب كده عشان خاطر هم يعملوا في هذه المهن. عندنا اللقطه مثلا واحد ماشي في الشارع وفجاه لقى مثلا ايه كيس سره فيها مثلا 1000 جنيه، فيقول ما شاء الله، فيروح راجع مثلا يا جماعه، يبدا يسال يا جماعه ال1000 جنيه دي بتاعت مين، يعلن يقول والله ده في سره شكلها الفلاني لونها كذا وملامحها كذا وكذا، ويعلن يعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنه، يقعد لمده سنه ايه يعلن عنها، ما جاش صاحبها خلاص الفلوس دي بقت بتاعته، ينفقها ويصرف، دي اسمها الايه احكام اللقطه، لكن لو ظهر بعد ذلك إيه يعطي المال. الوقف ان مثلا واحد ايه عنده مثلا 10 فدادين، يقول لك ايه الفدان ده انا هعمله لله، فيسلم الوقف ده مثلا لوزاره الاوقاف او مثلا لمؤسسه او جمعيه شرعيه او مثلا جمعيه بتعمل في الخير، ياخد الفدان ده خلاص ما بقاش ملكه، بقى ملك الايه مثلا المؤسسه الخيريه دي، يقعد ايه كل لما الفدان ده يزرع الزرع ده يروح لمين؟ للمؤسسه الخيريه دي، او ممكن مثلا يبنوا عليه او ممكن ياجروه وهكذا، يصبح وقف. وطبعا الاوقاف دي كانت وهي سبب من اسباب حقيقه يعني الوقف كان من سبب قوه الدوله الاسلاميه، الوقف، لان كل الناس لما بتوقف اشياء فده بيؤدي الى قوه الايه قوه الدين. التقسيط، بيع التقسيط، مثلا ايه عايز اشتري العربيه دي بس ما معيش فلوس، بس طبعا بيع التقسيط اللي داخل في البنوك، ودلوقتي طبعا دي من الايه من الاشياء المحرمه، لان ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، البنك يروح جاي رايح دافع مثلا ال 100000 جنيه ثمن العربيه وتقسط انت في البنك، وهو اصلا البنك لم ايه يعني لم يشتري السياره، يبقى هو باع ما ليس عنده، وكانه كده اقرضك بالظبط تحايل على الربا. لكن التقسيط امر جائز في الدين، ولو كان مشايخنا وعلمائنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين كان بيستدلوا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. انت دلوقتي والله انا هشتري منك العربيه دي معايا 30000 وفاضل 70000، قسطهم لي بقى على 70 شهر، كل شهر ادفع لك 1000 جنيه، لا باس ما فيش مشكله. الحجر على السفيه، واحد مثلا سفيه عمال يتصرف في امواله نحجر عليه. الشفعه، الوديعه، الاتلافات، مثلا انا ماشي خبطت حاجه كسرتها، خلاص ما فيش مشكله انت كسرت البتاع دي صلحها، اسمها الاتلافات. الصلح، مثلا ايه انا وانت يعني مثلا بنتعامل معامله، فانت ليك 15000 جنيه عندي، وبعدين حصلت لي مشكله مش عارف اسد والتجاره باظت والعمليه مشكله، في مشكله، طب ممكن نخفف المبلغ نخليه 5000 جنيه بدل 15، طب نقعد نتصالح مع بعض، ده اسمه ايه الصلح، يعني يحصل تصالح. الوصيه، الراجل مثلا قبل ما يموت ينبغي على الانسان ان هو يوصي، والله انا اوصي مثلا بثلث مالي للاعمال الخيريه وهكذا. والوصيه بس طبعا في الوصيه الجائره دي لا تنفذ، واحد مثلا اوصى ان مثلا عنده 5 اولاد ولد واربع بنات، فراح جاي مثلا قال لك انا اوصي ان كل فلوسه تروح للولد والبنات ما ياخدوش حاجه، وصيه جائره لا تنفذ. وسبحان الله يعني كان مره من الحكايات اللي حكى لي احد يعني الناس اللي بيعملوا في الموارث في التوريث، واحد يعني كان عنده ولد وبنتين، فالمهم اوصى قبل ما يموت الولد ياخد كل حاجه، البنتين طبعا احد ويدوا عليه منك لله يا ابونا يعني فقرتنا، واديت الولد كل حاجه. المهم سبحان الله الولد نام فراى رؤيا، ابوه جاله قال له ايه انا معلق في النار فانقذني، فشوف الرؤيا. فالمهم صاحبنا ده اول مصيحي كده جري على اخواته، اتصل بهم قال لهم انا عايزكم في ايه، قال لهم تعالوا، راح جاي عامل عقود ثانيه للتوريث وبدا ايه يديهم حقهم، ايه يا اخونا في، انا شفت ابوكم بيتعذب في النار في الرؤيا. فشوف سبحان الله، هذا الله والله يا اخي حاجه عجيبه. العتق والكتابه والتدبير ده طبعا بالنسبه للايه للعبيد وبالنسبه للمكتبين. الخيار، وفي بيع السلم، بيع السلم زي مثلا واحد رايح مثلا يعمل عند واحد نجار اوضه نوم،
بيقول له اوضه نوم دي بكام؟ بيقول له ب5000 جنيه. فقول له طب ماشي ادي لي 5000 جنيه كلهم عشان لسه هشتري خشب واشتري حاجات زي كده. فيكتب اللي هو ايه عقد السلم. المسابقات زي ما بيحصل كده مثلا واحد نعمل مسابقه ممكن واحد يكسب فيها وهكذا. العمره والركبه مثلا ايه انا معايا قلم القلم ده انا بستعمله دلوقتي فاقول لي مثلا طول ما انا عايش انا هستعمل القلم ده دي اسمها العمره واول ما اموت يا عم القلم ده هيبقى بتاعك اسمها ايه العمره يعني العمري هذا القلم ملكي لعمري اسمها العمره والركبه. العربون بتشتغل شغلانه مثلا معانا بتدفع جزء من الايه من بتاع كعربون يعني الشراء البيع الوكاله ان انا مثلا هوكل واحد في البيع والشراء مثلا انا مش فاضي اشتري مثلا او مسافر في دوله من الدول فواحد مثلا وكل مثلا ايه محامي او كده اسمها الوكاله. بعد كده المواريث اللي هي انتقال المال عن طريق الايه عن طريق بعد الموت بعد موت الرجل دي اسمها الايه اسمها المعاملات المباحه اللي طبعا ايه اباحها الله سبحانه وتعالى. هنيجي بعد كده المعاملات المحرمه. المعاملات المحرمه برضو يعني عدد كبير جدا من المعاملات يقرب من 30 معامله من اهم يعني هنقول بعضها يعني من اهم هذه المعاملات المحرمه الربا ده اخطر حاجه. والربا طبعا معروف متوعد عليه بالنار والعياذ بالله. وطبعا الايه المرابي ده يعني من اخطر الناس اللي بتخرب المجتمع. عايزين نقرا شويه بس في خطوره الربا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه المراباه حرام بالكتاب والسنه والاجماع. والادله على عقوبه المرابي من الكتاب والسنه قال تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله واكل الربا. وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومواكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زار في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي حديث سمرة بن جندب أنه صلى الله عليه وسلم رأى آكل الربا يسبح في نهر من الدم كلما أراد أن يخرج ألقم حجرا يرده إلى وسط النهر مرة أخرى. وطبعا شوف قد إيه الأدلة الشرعية على خطورة الربا. أعزنا الله عز وجل من هذا الذنب اللعين. الربا يا جماعة طبعا من المعاملات الخطيرة جدا وما أكثره في عصرنا. طبعا تلبس بايه باشكال تانية وبانواع اشكال حديثه لكن برضو الايه المؤمن عليه ان هو يتقي الله سبحانه وتعالى ويحاول جاهد ان هو لا يقع في ذلك. وسبحان الله انا ما رايت مراب ابدا الا وافقره الله. يعني من اول اللي اقترض مليار لحد اللي اقترض يمكن 1000 جنيه تصور فعلا كل هؤلاء الناس حتى المشاريع اللي اقترضوا عشان يعني تبقى مشاريع ناجحه فشلت وربنا ما باركش فيها. فلذلك ابعد تماما عن مساله الايه القروض الربويه دي وغيرها. ثانيا التناجش. تناجش برضو بيع النجش معروف. ثالثا الاحتكار ان الانسان يحتكر مثلا ايه يحتكر سلعه مهمه جدا من سلع الاسلام. واحد يجي مثلا يحتكر الرز يحتكر الدقيق يحتكر مثلا ايه الحاجات دي فجاه يعني يحصل مثلا ازمه في بس هو عنده الحاجه بس يقول لك الكيلو ب 1000 جنيه لا مفيش حاجه اسمها ما ينفعش ان حد يحتكر كده. التطفيف ده خطير جدا ان واحد مثلا يجي يروح جاي ايه حاطط تقيله في الميزان. سبحان الله مره من الحاجات العجيبه ان كان في ربنا شرح صدر واحد من التجار ويعني ايمانيا كده فبيسالوه بقى ان شاء الله تعالى ربنا شرح صدرك هتعمل ايه؟ قال لهم هشيل التقيله من الميزان. ليه؟ هو طول عمره حاطط تقيله في الميزان اول ما الايمان عيل عنده فقال لك بس خلاص بقى ايه. فكان عمال يطفف طول السنين دي عمال يوزن الكيلو وكيلو الا ربع وشغال. فالتطفيف ده خطير جدا. بيع العينه نفسه هو يقول اذا تبعتم بالعينه واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا الى دينكم. الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث كان يقول بيع العينه اقل من بيع الربا فما بالك لو وقعنا في الربا. يعني عينه ان انت مثلا ايه معاك موبايل او مثلا تروح تشتري موبايل، الموبايل ده بكام يا عمي؟ بالتقسيط فتقول له مثلا والله ده ب 1000 جنيه هتدفع دلوقتي 500 وتقسط مثلا ايه 500 فتقول له خلاص اتفضل ادي 500 وهقسط لك 500 بعد كده فتاخد الموبايل وانتوا واقفين تقول له طب بص خد الموبايل ده كاش ب 600 جنيه يبقى انت عملت ايه؟ تحايلت على الربا حصل فيه نوع من التحايل كده على الربا. فلذلك ايه ده محرم بيع العينه ده بالبيوع الايه المحرمه. الغش من غشنا فليس منا. واحد مثلا يجي يروح جاي عامل مثلا بيبيع حاجات زي مثلا مره واحد بيحكي لي ان مصنع للحلاوه كان بيبيع حلاوه ويصدر حلاوه حلاوه طحينيه بقى وطبعا حاجه عاديه
فالمهم ايه، الناس بقى في الدولة العربية اللي ايه صدر اليهم هذه الحلاوة بيفتحوا علب الحلاوة فاذا بها منشارة خشب. فطبعا ايه ده غش، غش تجاري حرام لا يجوز في الاسلام، من غشنا فليس منا. وطبعا بخد من ده كتير، اللي يجي يروح بيها حاطط لك رمل في الشكار القمح، واللي يجي يعني طبعا حاجات بتحصل كتير جدا في مسألة الغش دي. الميسر الأمار تروح بقى اللي هو الكازينو بأكبر الفنادق دلوقتي، كل فريق يقول لك ايه كلمة كازينو، كازينو دي كلمة على طول معروف ان ده ايه المكان اللي بتلعب فيه الأمار يعني والعياذ بالله. تلاقي الناس قاعدين يلعبوا الأمار والعياذ بالله، وحاجة يعني حقيرة. طبعا الأمار ده يعني بشكل أكبر يعني في الخارج بشكل كبير جدا، يعني ماتشات الكرة دي نفسها بره بتبقى أمار والألعاب الأمار في كل حاجة. لكن الحمد لله يعني بلادنا ربنا يعني يعصمنا من هذا الأمر، ولكن احنا بنخش بعض الشركات بتعمل بعض الأشياء كده، بعض العلماء بيعتبروها من الأمور. يعني التأمين المحرم، تخريب العمران، بيع الغرر، بيع المحرم لذاته، واحد مثلا بيبيع خمرة، أو واحد مثلا بيبيع لحم خنزير، أو واحد مثلا بيبيع مثلا شيء يعني مفسد للمجتمع، ده طبعا إيه يعني حرام لا يجوز بيعه. خمرة دي حكمها في الإسلام الإراقة، الخنزير حكم القتل، يتعدم كل الخنازير اللي موجودة لأنها أصلا يعني من أسباب ظهور الأمراض. سبحان الله يا أخي، لما جت انفلونزا الخنازير يعني احنا فوجئنا، كل وزاره الصحه في العالم قال لك الحق انفلونزا الخنازير هتقطع الناس هتموت الناس، نعمل ايه؟ موت الخنازير اللي في العالم كله. طب ما كمل الاول، ما كمل الاول، سبحان الله انت جاي دلوقتي تقتل، ما طب ما كمل الاول، ما ربنا شوف حكمه من حكم ربنا عز وجل بظهرنا، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الايه انه الحق. بيع المحرم لغيره، بيع المحرم لغيره يمكن مشكلة أخطر من بيع المحرم لذاته. ليه؟ أنت مثلا عندك إزازة الخمرة، اللي بيبيع الخمرة بيبيعهاش مثلا كده في كياس، لا ده بيبيعها في زجاجات. فإذا عشان تبيع الخمرة محتاج حاجتين، محتاج مصنع أزايز عشان يصنع زجاجة الخمرة، ومحتاج مصنع للإيه لعصر العنب وتحويله إلى خمر. فهو اللي بيعصر العنب هو ده بيبيع المحرم لذاته الخمرة نفسها. لكن في هنا بقى المحرم لغيره مين؟ اللي بيبيع الإزازة. يجي مصنع الزجاج، يجي مصنع الخمر يتفق مع عايزين مليون ازازه خمره، عشان ليه يا عم؟ ليه؟ هنبيع فيها ازازه بير، فيقوم حاضر هنصنع لكم الازازه الخمره عشان تبيعوا فيها تبيعوا فيها الخمر. يبقى في هنا نيه معقوده على ايه؟ على بيع الخمره. لكن لو مثلا معلش يعني لو مصنع الازاز صنع زجاجات او كوبات وحطها في السوق، خلاص اللي عايز يشتريها يشتريه، جات مصنع الخمر اشتراها، خلاص هو معلش اسم ليه؟ لان هو ما كانش عقد النيه في ذلك، لكن هو عامل شكل معين، شكل ازازه الخمره وحطت على اللوجو والعلامه وكل ده، يبقى الله. طب ما واضح ان في تعاون على اسم العنوان هنا. فزيك واحد مثلا نجار، شغال نجار، فقوم قال له معلش ممكن تيجي تعمل لنا بس هات لنا شويه خشب وابلكاش واعمل لنا بار كده عشان ايه هنبيع عليه الخمره، حرام. واحد مثلا شركه دعايه اعلان بتعمل اعلانات، قال له معلش ممكن تيجي تعمل لنا اعلان عن الخمره، ده اسمه ايه؟ المحرم لايه؟ لغيره. يعني هو تعاون على اسم العنوان في ايه؟ في حاجه اخرى، رغم ان هو العمل بتاعه نفسه حلال. الحته دي برضو مهمه جدا وخطيره، وللاسف ما اكثر الناس اللي بيتعاونوا على الاسم والعدوان. تيجي تلاقي مثلا واحده رقصه مثلا هترقص فرح، يجي الراجل الترزي ممكن تعمل لي بدله رقص قوي اروح اعمل لها بدله، حرام، فلوس حرام. يعني من الحاجات المخزيه والمؤسفه في عصرنا، واحد بيقول لي ان فستان الفرح وصل 80,000 جنيه، بيعملوا واحد الناس اللي هم بتوع الاتليهات الكبيره بقى والناس المصممين الازياء، تيجي البنات يروح للراجل تفضل 80,000 جنيه اعمل لي فستان فرح، اعمل لها فستان عريان ومكشوف الصدر، وطبعا هيكشف بقى طبعا مفاتن الجسم، حرام. هو صناعه الفستان نفسها حلال، اشتغل ملحفه، اشتغل خمار، اشتغل حاجه حلال، لكن انت تبدا تفتعمل يعمل لي فتحه كده حرام على طول. ناس كتير جدا طبعا بيشتغلوا برضه في الحاجات اللي هي الايه التعاون على اسم العدوان دي، واسمه المحرم لغيره. المكس والعشور، الاتاوه، ده برضه من انواع المعاملات المحرمه. واحد مثلا يقول لك ايه، واحد ماشي مثلا بعربيه بضاعه كده، جايب بضاعه مثلا جاي ايه معدي في مكان، الناس قال له بس وقف هنا عشان تعدي تدفع فلوس. الله، ايه عدي ده ارض ربنا، ايه عدي تدفع فلوس دي؟ لا هو كده اتاوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المراه الزانيه، قال ايه؟ قال لقد تاب التوبه لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. ليه؟ لان هو ده اصلا ذنب كبير جدا، ذنب المكس والعشور ده. كان زمان طبعا في الجزيره العربيه كانوا يوقفوا ويعملوا اللي هو الاتاوه دي، ما حدش هيعدي من هنا لما يدفع فلوس. طب ما هو هيقعد يدفع هنا ويدفع هنا ويدفع هنا على بال ما تروح السلعه، هتبقى السلعه بكام بقى؟ غاليه جدا. ايضا الايه الضرائب على المحرمات، يجوز لولي الامر يا جماعه فرض ضرائب، يعني اذا كانت الايه الدوله تحتاج الى هذا المال، ده اللي كان بيفتي بيه اهل العلم. اما مثلا فرض الضرائب على المحرمات، مثلا شركه بتبيع خمره يلا هات ضرائب الخمره دي، لا ازاي؟ فلذلك الضرائب على المحرمات، وهكذا طبعا في اي نوع من البيوع المحرمه ايضا
كثيرة احنا بنذكرها ان شاء الله تعالى انفا. فاسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان هو يعني يرزقنا الاستفادة. ارجو ان احنا نكون ان شاء الله تعالى وضحنا اليوم يعني الجانب المهم جدا في حياة الانسان وهو جانب المال والمهنة. كلمنا فيه عن انواع المال وكلمنا عن اداب الحرفة والوظيفة وكلمنا فيه عن المعاملات الحلال والمعاملات الحرام. فطبعا ده يعتبر الجانب السابع في حياة الانسان. الانسان يسعى بقى لتغيير نفسه ان شاء الله تعالى. لو شغال في مهنة محرمة يتركها، لو في اي ادب من الاداب اللي هو مش مستوفيها في مهنته يحاول ان شاء الله تعالى يسعى لتعليمها. ما يتعاملش اي معاملة من الستين معاملة اللي احنا يعني ذكرناهم الا لما يكون واثق ان المعاملة دي ان شاء الله تعالى ايه معاملة حلال، ويترك تماما المعاملات الحرام. وصل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ان شاء الله تعالى. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.